نعم، الحشد الشعبي وفي بيان أصدره قبل حوالي ساعة أكد بأنه أطاح بمؤامرة تستهدف أمن البلاد. صباح الخميس اعتقال الأستاذ الدكتور الشيخ إقبال دوحان شلاب رئيس عام عشار مرمض قبيلة الأقرع، مما دعا دهشتنا، حيث إن الشيخ بلغ من العمر عتيا وفقد بصره ولا يبرح بيته منذ أكثر من عام. يناشد القضاء العراقي بحسم قضية الشيخ إقبال دوحان وإطلاق سراحه بالسرعة الممكنة.